ما ينفعش خالص، صح لا مش اقل من صح سنه، صح يعني خلينا خلينا نروح نشوف اقل لدكتور من سنه. جيجي، وعايزه اعرف حضرتك معاه ليه. لا دكتور انا اسفه جدا، انا اسفه انا هاخد، جدا لا مفيش مشكله، دكتور عزه انا انا اسفه. هاخد من نص الكلام استاذ شريف لما قال في الاول، انت بتقول ان الموضوع متداخل، الام والاب، الاخ والاخت، وفي ناس بتتدخل غير الام والاب. انت فايتك جزئيه صغيره قوي، بتقول انه كل مكان ليه طباعه، ليه طريقته. يعني الصعيد غير، الفلاحين غير، وجه بحري غير، وجه قبلي غير، كل مكان ليه طبيعته الثقافيه. فانا ما اقدرش اعمم فكره بيت العيله وحش، او القرب من بيت العيله وحش، او انه الخروج منه احلى. لا هو التعميم كده كده غلط، عشان كده ما ينفعش النهارده بالظبط. بس خلينا نقول ان فعلا النماذج اللي بتبقى للاسف زي اللي بنسمعها دلوقتي، للاسف هي للاسف كتيره، مش عايز اقول الاغلب. ايوه وفي نداءات، وفي نداءات دلوقتي حضرتك بين البنات وبعضهم على الجروبات، انه ابعدي عن اي عريس ساكن في بيت عيله. بس الاهالي نفسهم ما يفضلوش كده. ما هو هنرجع تاني لنقطه الثقافه، فين في الاسره. في ناس يعني بتقول لك مدة الخطوبة 22 يوم. أنا طول الوقت بقول يا جماعة الخطوبة سنة فما فوق، ما تقلش عن سنة. وخلال السنة لو سمحت من فضلكم، خلال الفترة الكاذبة دي، أنا عايزاكي، أيوة دي فترة الكذب الجميل، طول الوقت بيكذبوا قدام بعض، كل واحد يظهر أحسن معاه. دي حقيقة. تجمل. ماشي؟ فأنا عايزة في الفترة دي حضرتك وحضرتك افتعلي مشكلة يا ماما واتنين مع خطيبك ده. لا نسأل بعض حتى. لا 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 معلش. معلش. لا 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 لا. افتعلي مشاكل. افتعلي مشكلة. صح. عشان تكشفي فجأة الوش التاني اللي عمره ما هيظهر الا في وجود مشكلة. هو ده الوش اللي هيبان بعد الجواز. انت ليه مع برضو؟ انا مع، لانه مش كل حاجة ليها وش وحش، في حاجات ليها ايجابيات وحاجات ليها سلبيات. ايجابيات بيت العيلة. ايجابيات بيت العيلة الحميمية. القرب، ان في كبير وفي صغير، في مرجع للصغير ده هيرجع له، هيبقى عارف ان في كبير في العيله هيعمل حسابه، في حد لما يغلط هيكلمه، هيكلم الكبير بتاعه، في ان البيت كله لما بيكون حلو. وهنرجع تاني لحته البيت الحلو والناس اللي بتختار بعض شبه بعض. ما هو انا ما اجيش اقول انا تعبت في بيت جوزي بيت العيله، اصل انا دخلت لقيت ناس ما اعرفهمش. طب انت اصلا ليه ما اخترتيش من الاول ناس شبهك؟ عشان كده بنقول فتره الخطوبه مهمه وطويله، عشان انا بختار حد هعيش. انا ما بتجوزش البنات، انا صنع كتير قوي بسمع الكلمه دي من البنات، انا ماليش دعوه باهله، انا بتجوزه. لا هو. نعم بتجوز انا بتجوز. اوكي. فبرجع اقول لها لا حبيبتي، انت بتتجوزي راجل. صح. وامه واخته والشارع بتاعه واصحابه والبقال وبتاع العصير وبتاع الكاوتش وبتاع العجل والبواب. صحيح. ده كل الناس اللي بتتجوزي السنه دي بتبقى اساسي الجواز على فكره. بس مش كله ساعات لازم يستعجل، اصل اللي مسافر مش عارف فين، اصل اللي بتاع هو السنه دي اساس الجواز. بس في ناس